الكره دي كره جول، كره جول، وراح للجول وحب يعمل فيها شو مختلف. لكن هارد لك يعني، هارد لك. لكن اوباما محتاج يعرف ان اوباما بيمر بازمه ولازم يصدق، هو محتاج جول، محتاج لعبه حلوه، محتاج تركيز، محتاج يستعيد علاقته بتيشيرت نادي الزمالك، محتاج يستعيد علاقته بثقته في المدرب فيه، محتاج يستعيد علاقته وثقه الجماهير فيه. اوباما مهم قوي يفهم ان هو لعيب عنده امكانيات كبيره، لكن اللي طالع منه اقل من حقيقته، ده نتيجه حاجات في دماغه. لازم يغير اسلوبه. بليز، هو محتاج دعم كمان من جوه الفرقه، محتاج دعم من المدير الفني او اذا كان معاهم لايف كوتش او كده. اوباما محتاج دعم، امكانياته، قدراته، مهاراته تدي اكتر من كده بكتير، هو بعيد قوي. انا عايز ليا تعليق اتفضل جوه المباراه وبرضه يتفهم بالطريقه اللي انا عايز اوصلها لك. انا عجبني على غير العاده اتنين النهارده. مين؟ جوميز عارف يغير لاول مره تغييرات كلها مظبوطه بتاثير جوه المباراه، وعمل اربع تغييرات والاربعه كانوا يعني الدفع بالناشئين، برافو. وانا عجبني وعمار ياسر ومحمد عاطف وابراهيم انداي، عجبوني قوي الاربعه، عجبوني. وعجبني على غير العاده انداي، ده مش نداي، ده انداي عايز يدي رساله تانية. ايوه، ده الراجل جايب جون وعامل اسيست وكل كره كان ليه تاثير. نداي كمان، الاثنين دول على غير العاده عجبوني بصراحه. يعني ده عمل اسيست وجاب جول، يعني انا بقول لك الاثنين اللي عجبوني على غير العاده. أيوة، دايما جوميز تغييراته مثيره، بتدي تاثيرات احيانا قد تبدو سلبيه او بتدي تاثير سلبي. النهارده التغييرات كلها في ظل انك بتلعب منافس قوي قوي، يعني انت بتتكلم الجيم كان متكافئ. انت لما تتفرج على الجيم من غير الاهداف قد تجد فيه نسبه تكافؤ عاليه جدا. السيراميكا يكسب عادي، الزمالك يكسب عادي، الا هذا اللص الشريف اللي اسمه زيزو. أيوة، اللي يجيد فن سرقه النقاط. دائما زيزو تحس ان هو زورو في الملاعب، عارف زورو ده اللي كان بيعمل زاد دي اللي هو اللص الشريف، انطونيو بانديراس. في زيزو اللص الشريف. أيوه، دايما يجيد فن اقتناص النقاط لنادي الزمالك. دائما له تاثيره، دائما له وجوده الفني، دائما له ذكائه الفني. لعيب تستمتع بكلمه 90 دقيقه معاه، دايما الكره مع زيزو مصدر خطوره، مصدر فكره هجمه، مصدر فكره جون. دايما يفرض سيطرته ازاي على المناطق دي. يعني دي ملاحظاتي. يعني اذا كان خرجنا بره موضوع اوباما واديت ملاحظات، في اختصرتها في اعجابي الكامل بالثلاثه دول.